السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلمني تحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن تعالى سوف يكون في غاية التميز لكل من يريد العمل في مجال إعادة بيع الكتب الإلكترونية، بحيث أنني وبعدما شاركتكم في وقت سابق كيفية الحصول على كتب إلكترونية بشكل مجاني لإعادة بيع على منصة إيباي، سوف أشرح اليوم كذلك خطوة بخطوة منصة بديلة لإيباي يمكن الاعتماد عليها لبيع الكتب بطبيعة الحال بدون أي مشاكل. ولكي لا أطيل عليك سوف أمر مباشرة لصلب الموضوع. كما تشاهد معي هنا، هذه هي واجهة المنصة، طبعا الرابط الخاص بها سوف تجده كما جرت العادة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. كما تشاهد هناك الكثير من الأصناف، فهذه المنصة يمكنك أن تبيع عليها برامج، كذلك يمكنك أن تبيع مقاطع موسيقية، يمكنك أن تبيع أيضا الصور والكثير الكثير من الأشياء. لكن ما يهمنا اليوم طبعا وكما قلت هي الكتب الإلكترونية، هذا هو القسم الخاص بالكتب بطبيعة الحال. كما سوف تشاهد معي الآن، لما تقوم بالدخول إليه سوف تجد هنا الكثير والكثير من الكتب التي يتم بيعها بطبيعة الحال، وسوف تجد الأثمنة التي تباع بها في هذا الموقع. هنالك أزيد من 139 ألف كتاب إلكتروني في هذا الموقع. كما تلاحظ هناك كذلك كتب خاصة بكيفية استخدام البرامج هنا، مثلا بالنسبة لبرنامج أوفيس وغير ذلك. والآن سوف أشرح الأهم بالنسبة للإخوة المبتدئين، وهو كيفية وضع الكتب الإلكترونية في هذا الموقع خطوة بخطوة. أول شيء يجب القيام به هو التسجيل في الموقع لبدء البيع بشكل مجاني كما هو موجود هنا، فقط تقوم بنقر على الانضمام إلى الموقع. بطبيعة الحال يمكنك أن تقوم بالتسجيل باستخدام الفيسبوك أو تويتر، أو كذلك أن تضع الإيميل الخاص بك، كلمة السر، ثم تقوم بوضع الخيار الكابتشا هنا، ثم تضغط على فتح حساب جديد. وسوف أقوم بذلك بسرعة وفتح حساب جديد، وأشرح بعد ذلك كيفية وضع الكتب الإلكترونية عليه. إذن بعد أن تقوم بفتح حسابك لأول مرة على الموقع، سوف تظهر معك الواجهة بطبيعة الحال على الشكل التالي. هنا في هذا المكان يمكنك أن تقوم بطبعا التعديل على الإعدادات الخاصة بالحساب، بما في ذلك اسم المتجر الخاص بك أو اسم المستخدم كذلك، والإيميل وجميع المعلومات الخاصة بالحساب. وكذلك هنا بالنسبة للإعدادات الخاصة بالسحب من موقع، فيمكنك أن تختار هنا طبعا الحساب إذا كان خاص أو بيزنس، كذلك هنا الاسم الخاص بك، الاسم العائلي، ثم العنوان والدولة إلى غير ذلك، وهنا طبعا تاريخ الازدياد، وهنا تضع الإيميل الخاص بك على البيبال لكي تتوصل من خلاله بالأرباح، والموقع يدفع نهاية كل أسبوع. بعد التعديل على كل هذه المعلومات الأساسية في الموقع، سوف نتوجه طبعا إلى الأهم، وهو كيفية وضع المنتجات الرقمية والإلكترونية في هذا الموقع. للقيام بذلك تقوم بالضغط هنا على خيار المنتجات، ثم بعد ذلك مباشرة يمكنك أن تضع المنتج الذي تريد بيعه. فإذا كان منتج ديجيتال أو رقمي، ففي حالتنا هنا بالنسبة للكتب الرقمية فسوف نختار الخيار الأول. وإذا كنت تريد بيع منتجات ملموسة كالأقمصة وترسلها للناس، أو كذلك كتب تقوم بإرسالها بطبيعة الحال في البريد، فبإمكانك اختيار الخيار الثاني. هنا ما يهمنا طبعا الخيار الأول، تقوم بالنقر عليه. هنا ذلك بالنسبة لهذه الخيارات، الخيار الأول وهو ما يهمنا أكثر، فإذا قمت باختياره يعني أن المنتج سوف يبدأ من اليوم، يعني فور نشره بطبيعة الحال يمكنك بدء البيع. وبالنسبة للخيارات الأخرى، إذا كنت تريد أن تضع منتج وتحصل على طلبات قبل نشره في الموقع إلى غير ذلك، فهذا لا يهمنا في هذه الحالة. هنا نقوم بوضع اسم المنتج الذي نريد
بيعه. وطبعا هنا تأتي مرحلة مهمة جدا، وهي كيفية البحث عن الكتب الرقمية ومن أين نحصل عليها مجانا وإعادة بيعها. طبعا هذا هو الموقع الذي سبق لي أن شاركته معكم قبل أيام في القناة، وبه إنما أقول مئات آلاف يعني الكتب الإلكترونية، فهناك الكثير والكثير التي يمكن الحصول عليها في هذا الموقع مجانا. وأكثر من هذا، فهذه الكتب تحتوي على ترخيص لإعادة بيعها بطبيعة الحال. تختار المجال الذي تريد أن تتخصص فيه بطبيعة الحال، فقط سوف أختار بعشوائية هنا أحد الكتب الموجودة، مثلا هذا الكتاب على سبيل المثال. ثم طبعا هنا الوصف الخاص بالكتاب، جميع المعطيات الخاصة به. سوف الآن لتحديد الثمن المنتج، هنا الموقع لا يسمح بنسخ الاسم، سوف نبحث عنه في إيباي على سبيل المثال. الآن قمت بإعادة كتابة اسم الكتاب طبعا على إيباي لكي أشاهد هل هنالك أشخاص يقومون بإعادة بيعه بطبيعة الحال. كما سوف تلاحظ الآن، هذا هو أعتقد أنه هو الكتاب. هنالك عديد الأشخاص الذين يقومون بإعادة بيعه. سوف ندخل إلى هذا الشخص كما تشاهد. نعم، نفس الكتاب الموجود هنا، فقط قام بتغيير الصورة، وهذا الشخص وضعه ب يعني 0.99، يعني تقريبا 1 دولار. يمكنك أن تبحث عن طبعا كتب أخرى بأثمنة أكثر. فقط هنا أخذ نموذج لكي أشرح كيفية وضع الكتاب في هذا الموقع وإعادة بيعه بطبيعة الحال. الآن سوف أقوم بتحميل الكتاب، وذلك بنقر على خيار التحميل من هنا، ثم ننتظر قليلا لحين تتم عملية التحميل، وأعود بطبيعة الحال لأشرح كيفية وضعه في الموقع. إذا بعد أن تم تحميل الكتاب إلى الحاسوب، الآن سوف أقوم أولا بنسخ اسم الكتاب من هنا بطبيعة الحال، مثلا بهذا الشكل، ثم أقوم بكتابته في هذا المكان. هنا أحدد له الثمن مثلا 2 دولار بهذا الشكل، ثم أقوم بالتوجه للصفحة الموالية، والتي من خلالها بكل تأكيد تقوم بإدخال معلومات أساسية، وهي الوصف الخاص بالكتاب. والوصف هنا يمكنك أخذه من هذا الموقع والتغيير عليه بطبيعة الحال. لا تقوم بنسخ نفس الوصف الموجود هنا، ويمكنك كذلك أن تقوم بنسخ الوصف الخاص بالكتاب على إيباي أو على أي موقع آخر. فقط يجب عليك أن تقوم بقراءة هذا الوصف جيدا وإعادة صياغته بطبيعة الحال لكي لا تقع في أي مشاكل، ثم تقوم بلصقه هنا في هذا المكان. هنا تقوم بوضع الكوفر الخاص بالكتاب، طبعا تجده في الملف الذي قمت بتحميله. سوف أقوم فقط بوضعه على الحاسوب هنا على واجهة الحاسوب، ثم أعود مرة أخرى لاختيار الصورة بطبيعة الحال. هذا هو الملف، والكوفر تجده هنا، هذا هو الكوفر، تختار الذي يناسبك. طبعا بالنسبة اللي هنا اختار هذا الكوفر، سوف يظهر معك طبعا في هذا المكان. تنتظر قليلا لحين ان يظهر. كما تشاهد، هذا هو الكوفر الان، هذا هو الثمن 2 دولار الذي حددناه، وهنا الوصف طبعا. واعيد تكرار، فالوصف يجب ان تقوم بكتابته او اعادة صيغة الوصف الذي وجدته في موقع اخر. ثم يمكنك ان تضيف صور اخرى بكل تأكيد مرة اخرى بنقر على هذا الخيار بطبيعة الحال. هنا في الخيار الموالي طبعا تختار العبارة التي تريد ان تظهر في هذا المكان، هل اريد الكتاب او ان تظهر مثلا شراؤه الآن، أو تظهر عبارة الدفع الآن، فهذا يبقى لك الاختيار بطبيعة الحال. كذلك جميع المعلومات الأخرى يمكنك التعديل عليها بشكل الذي يناسبك. بعد ذلك وفي الخيار الموالي وهو الأهم بطبيعة الحال، تقوم برفع الكتاب الإلكتروني الذي سبق لك أن قمت بتحميله بطبيعة الحال. هذا هو الكتاب، تقوم باختياره بهذا الشكل،
وتنتظر لحين أن يتم تحميله بشكل كامل بطبيعة الحال إلى الموقع. ننتظر قليلا وأعود لكم بعد لحظات. إذن الآن بعد أن تم تحميل الكتاب بشكل كامل إلى الموقع على شكل PDF بطبيعة الحال، في الخيار المولي يمكنك إعادة التعديل على ثمن المنتج. وهنا إذا كانت هنالك نسخ متعددة من هذا الكتاب، النسخة الأولى مثلا نضعها بثمن معين والنسخة الثانية بثمن آخر، يمكنك أن تحدد ذلك في هذا المكان. وبعد ذلك إذا كنت تريد أن تحدد عدد محدد للبيع، مثلا أن يباع هذا الكتاب لخمس مرات فقط أو لعشر مرات، يمكنك تحديد ذلك. إن لم تكن تريد فيمكنك أن تختار الخيار كما هو. إذن الآن شاهدت معي جميع الخطوات لكيفية وضع المنتج على الموقع خطوة بخطوة. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بحفظ جميع التغييرات التي قمت بها، وبعدها تضغط على نشر الكتاب على الموقع مباشرة. سوف تجد الرابط الخاص بطبعا المنتج الذي وضعته في الموقع، ويمكنك نسخه بهذا الشكل. يمكنك كذلك نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك التعديل على مجموعة من الخيارات الموجودة هنا كما تشاء بطبيعة الحال. إذا كنت أيضا تريد أن تضع كود خصم على المنتجات الخاصة بك، يمكنك أن تفعل ذلك، والكثير الكثير من الأشياء. أيضا يمكنك تضع رسالة شكر لأي شخص قام بالشراء من خلال هذا الخيار. وفي كل مرة يمكنك إعادة التعديل بطبيعة الحال على المنتج الخاص بك. الآن أقوم بإعادة نسخ الرابط الخاص بالمنتج وأعود لفتحه في موقع آخر لكي تشاهد الشكل الذي يظهر عليه. وكما تلاحظ هذا وهو المنتج الذي وضعناه جميعا الآن. هذا هو الثمن الخاص به، الكوفر، الديسكريبشن أو الوصف، اسم المنتج. وأي شخص الآن يريد أن يقوم بشرائه فقط يقوم بالنقر هنا على الشراء. يمكنه أن يقوم بذلك باستخدام البطاقة المصرفية أو كذلك باستخدام حسابه على البايبال. إذن الآن كل شيء أعتقد أنه واضح أمامكم. مصدر الخاص بالكتب، هذا هو الموقع. هنا كذلك بالنسبة لإيباي يمكنك أن تأخذ فكرة عن أثمنة المنتجات، وهنا تضع المنتج الخاص بك. وأي شخص قام بشرائه سوف يرسل إليه بطبيعة الحال، والأرباح الخاصة بك تظهر دائما في الموقع. وكما قلت نهاية كل أسبوع سوف تتوصل بها على البيبال. وكذلك يمكنك أن تنشر الرابط الخاص بالمنتج على عديد المواقع، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيضا ربما موقع كوارا الغني عن التعريف، والذي تطرح فيه عديد الأسئلة فيما يخص أفضل الكتب أو أفضل الكتب الخاصة بالوصفات أو الخاصة بالألعاب إلى غير ذلك. فيمكنك أن تجيب هؤلاء الأشخاص بنشر الرابط الخاص بك وتشارك معهم الكتاب ويقومون بشرائه. إذن الآن أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفيد بالنسبة إليك. وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك للفيديو، وإذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.